حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل. عالم افضل يختبر الحياه الافضل التي اتى لاجلها المسيح له كل المجد. ما هي تلك الحياه؟ كيف نحصل عليها؟ كيف نحياها؟ هذا احبائي ما سوف نلقي الضوء عليه مع ضيف هذا اللقاء والموجود معنا باستديوهات قناه الكرمة الدكتور فريس صمويل الكاتب والمحلل اللاهوتي المعاصر اهلا وسهلا بك اهلا بك مدام مرفت شكرا لاجل الامتياز ان اكون موجود معاك النهارده صلاتي ان الرب يدينا لقاء مفيد ومثمر امين امين يا دكتور الرب باركنا من خلالك في حلقات عديدة مباشرة على شاشات الكارما كلها كانت أكثر من رائعة أمور كتابية لاهوتية بحتة والنهاردة بنتكلم على أمور عملية بحتة وشكرا لاختيارك لهذا الموضوع بنتكلم كتير على أمور عميقة لكن نيجي عمليا عايزين فعلا نعيش الحياة الأفضل اللي على قلب الرب يسوع لكل حد فينا شكرا لوجودك معنا ومرة تانية أهلا وسهلا بيك احبائي السعداء نتواصل معاكم من خلال الشاشه ولكن ايضا عبر الهاتف حتى نسمع كل ما لديكم من تعليقات تهم هذا الموضوع الحياه الافضل ولكن قبل الدخول لجوهر موضوعنا تعالوا معا نستمتع بكلمات هذه الترنيمه que foi ربما يتساءل البعض هل هناك بالفعل حياة أفضل تستحق أن تعاش تفضل يا دكتور الحقيقة نحن نعيش في عالم تسوده الخطية yeah. صار الناس يشربون الإثم كالماء نعم no. وزي ما بيذكر الكتاب المقدس أن هذا العالم قد وضع في الشرير yeah. وأن رئيس هذا العالم هو الشيطان نعم no. إذا بالتالي لو هنبص من هذه النظرة كيف يكون عالم أفضل نعم. في عالم بهذه الصورة نعم. ربما توجد في العالم بين بعض الناس المتدينين بعض القيم والمبادئ والأخلاقيات لكن الحقيقة لا يمكن أن يكون عالم أفضل ولا يمكن أن نحيا حياة أفضل بدون نعمة المسيح المغيرة لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس ثم عندما نتمتع بالخلاص الذي عن طريق نعمة الله نحيا حياة القداسة الوصية الكتابية كونوا قدسين لأني أنا قدوس فعندما يتمتع الفرد بعمل المسيح الفدائي أو نعمة الله المغيرة ويحيا في قداسة نستطيع أن نقول ان هناك عالم يوجد عالم افضل وحياه افضل دكتور حضرتك قلت كلام يعني يعني يجب من البدايه ان ننتبه ليه ايوه العالم موضوع في الشرير والعالم بالمنظور البشري البحت العالم كله شر وما فيهوش اي شيء يعني يشاور على انه رايح للافضل بالعكس الكل بيقول لا بالعكس رايح الى هو ساحقه يعني مش عارفين ابعادها ايه. ولكن في وسط كلامك حضرتك قلت مش معنى ان انه في شويه قيم ومبادئ عايشها الانسان معناها انه عايش الحياه الافضل. وقلت عباره يجب من البدايه ننتبه ليها، بدون نعمه المسيح المغيره والمخلصه بلاش نقول احنا عايشين حياه افضل، الحياه الافضل بالمفهوم العادي الحياه اللي مليانه رخاء وسعاده وبدون مرض ولا الم ولا تعب لكن الحياه الافضل اللي حضرتك هتتكلم عنها فيما بعد وهنفهم فحواها محصوره في كلمتين مش هتيجي غير بنعمه المسيح المغيره المخلصه اللي تنشلنا من هذا العالم الموضوع في الشرير حاجات تانية المسيح قال أنا أتيت لتكن لهم حياة وليكن لهم أفضل ومنه المسيح قال إذا لابد أن يكون هناك حياة أفضل لأنه لا يمكن أن يكون المسيح كاذبا في ما قاله في هذه القضية أشكرك وكأني حسمت الموضوع من البداية لما المسيح يقول قد أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل ده معناها ما فيش كلام ما فيش حوار في أفضل هو جه علشانه هو تجسد وساب عرشه وجيه علشان يكون للإنسان حياه افضل وافضل حياه طيب برأي حضرتك لما المسيح يقول اتيت لتكون لهم حياه انا الحته دي يعني تثير يعني التساؤل جوه اي انسان ممكن يسمعنا طيب لما لسه تكون لنا حياه معناها ان احنا اليوم اموات يا دكتور وازاي المسيح شايف انه الانسان ميت ميت بالخطايا والذنوب ويحتاج الى حياه المسيح قال في انجيل يوحنا تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأصوات حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. الآن هذا معناه انه يتحدث عن أموات. كيف يكون ذلك ونحن أحياء جسديا؟ هذا يحتاج بنا أن نرجع إلى البداية. نعم. في سفر التكوين الأصحاح الأول قال الله نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا وبعدين يضيف بعدها فخلق الله الانسان على صورته كشبه ذكرا وانثى خلقهم خلقه. نعم واعطى الله الانسان في جنه عدن ان يتمتع بكل الامتيازات ولكن كان لابد ان تختبر طاعه ادم مم. او كانت هذه خطه الله فقال له من كل شجر الجنة تأكل ما عدا شجرة معرفة الخير والشر يوم أن تأكل منها موتا تموت. تموت. نعم. لكن شيء مم. مؤسف مم. إن رغم ما يتمتع به آدم وحواء من امتيازات كانت هناك نظرة مم. نظرة شهوة ورغبة في هذه الشجرة نعم بواسطة الحية خدعت حواء مش هندخل في تفاصيل القصة يه. لأنها معروفة لدينا خدعت حواء اكلت من الشجره اعطت لزوجها وبعدين كان هناك حوار لله مع ادم هل اكلت من الشجره التي امرتك الا تاكل منها؟ كانت وصيه الله يوم ان تاكل من هذه الشجره موتا تموت اذا كان لابد عندما كسر ادم وصيه الله عندما تعدى على شريعه الله كان لابد ان يموت ادم لكن الواقع اننا نجد ادم لم يموت بعد ان اكل من الشجره. ما الذي حدث؟ هناك ثلاثه انواع من الموت. هناك الموت الجسدي وهو يعني انفصال الروح الانسانيه عن الجسد. عندما خلق الله ادم نفخ في انفه نسمه حياه فصار ادم نفسا حيه بمعنى ان ادم كانسان يتكون من جزء مادي وهو الجسد وجزء روحي هو نفخه الله او ما نطلق عليه كلمه الروح ادم مات لكنه لم يمت جسديا بمعنى انفصال الروح الانسانيه عن الجسد ولكنه مات موتا روحيا او ادبيا انفصل عن الله وطرد من محضر الله يقول نبي الله اشعياء أن يد الله لم تخسر على أن تخلص ولكن أسامكم صارت فاصلة بينكم وبين الرب نتيجة لخطية آدم انفصل عن الله وطرد من محضر الله وهذا ما يطلق عليه الموت الأدبي أو الموت الروحي هناك نوع ثالث من الموت وهو اسمح لي يا دكتور مش عايزة أعدي المدة ليه؟ لأن هنا وضحت السورة لما بسأل لحضرتك المسيح جه علشان يدينا حياه، ده معناها ان احنا اموات؟ وده كان رد كافي جدا جدا جدا. معناه اننا لا. اموات روحيا لا. اي اننا منفصلون عن الله بسبب الخطيه طردنا من محضر الله وهذا هو الموت الذي يقصده المسيح، انه ليس موت جسديا فنحن احياء بالجسد ولكننا اموات روحيا والرسول بولس يؤكد هذه الحقيقه اننا كنا اموات روحيا لكنه أقامنا وأجلسنا معه في السماويات، لكن في نوع ثالث من الموت لا ننساه لأننا هذا ما نحذر منه وما يحذرنا الكتاب منه وهو الموت الثاني أو الطرح في جهنم نتيجة لرفض عمل المسيح الفدائي على الصليب، فنحن أموات روحيا وإن كنا أحياء جسديا وأتى المسيح ليعطينا حياة روحية. أموات روحيا دي كارثة كبيرة أول. طبعاً لاني ممكن اكون عايش يومي بعمل بمارس كل ما افكر فيه وكل ما احتاجه واشعر في نهايه اليوم وانا رايح كده انام انا حي انا انجزت كل ما طلب مني اليوم ولكن حضرتك بتقول حاجه النهارده يمكن ما تخليش بعض الناس يناموا لكل واحد يقدر يسال نفسه هو انا ميت ولا حي هو انا ميت روحيا ولا انا حي ويمكن دي تخض بعض الناس عايزه حضرتك سامحني قبل ما نتنقل لاي حاجه تاني ايه ملامح الشخص اللي ميت موت روحي اللي ميت فعليا ماشي جسديا وحي جسديا لكن ميت فعليا ازاي النهارده حد بيسمعنا يقول اه طيب انا اعرف ازاي ان انا منفصل عن الله اعرف ازاي ان انا ميت روحيا يمكن شعار لأول مرة بيسمع أوكي. Yeah. شعار هذا الإنسان نأكل ونشرب وغدا نموت. Yeah. كل اهتماماته وكل مشغولياته هو الاهتمام بالأمور yeah. الجسدية، yeah. ولكن ليس له علاقة حقيقية بالله، لا يفعل مشيئة الله ولا يرضى الله في تصرفاته، لم يتمتع بعمل النعمة المغيرة، لا يحيا حياة القداسة بل yeah. حياة فيها يستبيح كل شيء. وإن كان البعض لديهم قيم ومبادئ لا يستبحون كل شيء لكنهم لا يتمتعون بعلاقه حقيقيه مع الله رسول يوحنا يقول اما شركتنا نحن فهي أي. مع الله يعني الانسان الحي روحيا هو في علاقه صحيحه مع الله ثم هذه العلاقه الصحيحه مع الله تنعكس في علاقه صحيحه مع البشر اي انه في عالم يسوده الحب والسلام فهو في علاقة صحيحة مع الله، في علاقة صحيحة مع نفسه، وفي علاقة صحيحة مع الآخرين لأنه حي روحياً يهتم بما يرضى الله ويفعل مشيئته ويحب الآخرين. أشكرك عشان لما سألتك عن الإنسان اللي ميت روحياً وصفته، لكن ما عدتش فكرة إني كمان بقول لحضرتك إيه ملامح الشخص اللي ميت روحياً وحضرتك وصفته، لكن ما عدتش فكرة كمان ملامح الشخص اللي حي روحيا ازاي ليه علاقه ازاي ليه علاقه حيه بربنا ازاي ليه علاقه سويه مع نفسه وازاي لي علاقه سويه مع الاخرين ويحيا حياه القداسه لا حياة يفعل الخطيه من يفعل الخطيه فهو عبد للخطيه وبالتالي فهو ميت رائع يمكن هصعب الموضوع على على بعض يعني من اخواتي المشاهدين ممكن يكون شخص في صوره يعني او عايز اقول في نظر نفسه هو يجيد التعامل الدبلوماسي الرائع مع الاخرين وما بيفقدش حد من اصدقائه هو بيصلي كل الفروض المطلوبه منه هو يحج بيت الله هو يقدم كل حاجه وخليني اتكلم أكل برضو على الجانب الاخر هو بيروح الكنيسه كل يوم هو بيقدم العطاء هو بياخد المناوله هو بيعترف هل يحط نفسه في الكدر اللي احنا بنوصفه ان هو فعلا انسان حي روحيا بدون ما يكون في علاقه حيه ولو حضرتك قلت لا ضروري العلاقه ايه شكل العلاقه اللي يجب ان يعرفها النهارده الشخص اللي بيعمل كل الفروض المطلوبه منه كل الفروض اللي بتطلب منه لانه هو دينه بيطالبه بان هو يقدم كل الفروض وهو في نظر نفسه بيقدم كل الفروض والشخص الثاني بيقدم كل الطاعة والخضوع للكنيسة وكل ما تأمر به الكنيسة وتبقى الحلقة المفقودة ما معنى علاقة حية بالله؟ القانون الكتابي ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل من يفعل إرادة الله نعم. يعني من الممكن نعم. أن أقوم بكل الفروض ممكن أن أمارس كل الطقوس وهذه مظاهر خارجية لكن ما لم أولى ثانية ما لم أؤمن إيمانا صحيحا بعمل المسيح الفدائي ما لم أنا الحياة الأبدية وأستطيع بعد ذلك أن أقول الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا إذا كل ما أفعله لا يؤدي إلى الحياة الأبدية قالوا له أليس باسمك قد يعني. صنعنا معجزات يعني. أليس باسمك قد تنبأنا يعني. أليس بإسمك, باسمك قد صنعنا أخر... معجزات يعني, يعني. عملوا أعمال صياتين. معجزية لا. ورغم ذلك كل قل... يعني. لا أعرفكم اذهبوا عني. عني يا ملعين إذا يعني. ما يطلبه الكتاب المقدس أجده واضحا في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث يعني. جاء أحدهم وهو معلم يعني. للناموس نيقوديموس يعني, موس. يعني له ديني. وظيفه yeah. كهنوتيه no. او وظيفه كنسيه yeah. فهو شخص معلم ربما عضو في السندريم ربما yeah. عضو في المجمع ولكن عندما نظر اليه المسيح وتعامل yeah. معه قال ينبغي ان تولد من, من فوق, فوق. No. اذن الطقوس والممارسات بدون حياه التوبه او الطقوس والممارسات بدون ان اولد ولاده ثانيه هي كانها لا شيء، لانها لو كانت ذات فائده ما كان المسيح قال قال لنيقدموس ينبغي ان تولد من فوق. شيء مؤسف ان نيقدموس كمعلم اسرائيلي لم يفهم ذلك في البدايه، قال له هل معنى كده ان انا هدخل في بطن امي وهتولد مره ثانيه؟ واقتاده المسيح وعرفه عن الولاده من فوق عن طريق الكلمه وعن طريق عمل الروح القدس. فما يتطلبه منا هو أن نؤمن لننال حياة جديدة وعندما ننال حياة جديدة اعتقد سيكون مش اعتقد لكن من المؤكد عندما ننال حياة جديدة سيظهر ذلك في ثمر من ثمارهم تعرفونهم سيظهر ذلك في معاملاتنا مع الآخرين في كلماتنا في تصرفاتنا في نظراتنا في مراعاتنا للآخرين عندما نتغير يقول الكتاب مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد فتصف. سبق فاعدها لنسلك فيها فهنا تغيير داخلي يراه الاخرين في عمل وثمار اذا الطقوس والممارسات بدون التغيير الداخلي لن تفيد شيئا. رائع جدا الفرصه دي متاحه لكل انسان ايا كانت خلفيته، هويته، دينه، جنسيته هل ده متاح للكل؟ أو ما فئة معينة يتعامل معها الله بعنصرية إن دول بس هل الأمر ده متاح لكل إنسان بيسمع والنهارده عنده فرصة إنه يكون ليه الحياة الأفضل اللي على قلب الله واللي الله عايشها لحياته مش اللي هو عايشها عندما جاء المسيح لم يأتي للشعب اليهودي وإن كان لهم أولوية بالدعوة لكنه أتى مخلصا وفاديا لكل العالم يؤكد البشير يوحنا في يوحنا ثلاثة لأنه هكذا أحب, أحب الله, الله العالم. العالم. لم يحب يهود م. فقط أو مسيحيين فقط أو مسلمين فقط أو بوذيين فقط ولكن لأن هو خالق كل العالم فمحبته تمتد لكل العالم وعمله الفدائي لكل العالم لما بيقول كده تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت إبن الله والسامعون يحيون أمين. لم يحدد فئه يا. لم يحدد جنس لانه اساسا ليس عند الله اديان وليس عند يا. الله اجناس ولكنه عنده اناس مخلصون واناس غير مخلصون هؤلاء طريق اختاروا الطريق الصح وعرفوا الحياه الابديه وهؤلاء يذهبون مم. بانفسهم، الله لا يذهب بالناس الى جهنم لان يعني. اساسا جهنم لم تعد للناس ولكنها عدت لابليس وملائكته، لكن الناس عندما يرفضون عمل المسيح الفدائي وخطه الله الازليه لخلاص الانسان هم يذهبون مم. الى جهنم، فالله مم. ما عندوش تفرقه عنصريه مم. لكن دعوته شامله لكل العالم ولكل انسان الله يريد ان جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. وفي المأمورية نعم. العظمى لما أرسل نعم. تلاميذه اللي لهم اذهبوا إلى العالم أتمع. أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. كلها يا بدون حدود. طبعًا. يمكن السؤال اللي يجي ورا الكلام ده على طول هذا العرض قائم لإمتى يا دكتور؟ ربما النهارده حد بيسمع وطيب كلام ده جميل جدًا جدًا أدي لنفسي فرصة أفكر فيه. لو اقتنعت وده حقه اللي بيبحث ده حقه واللي يقرا ده حقه واللي بيسال ده حقه انا ما اقدرش اني انا احجر عليه من حقه يفكر بس يعني ليه إمتى بدي لنفسي فرصه للمجادله والتفكير والتساؤل والرد والاخذ والعطاء والهجوم وال... يعني عايزه اقول لإمتى احنا دايما نقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع معناها اني عرضي قائم الى المنتهى ولكن ماذا عن حياه الانسان لو انتهت؟ ضاعت الفرصة؟ إن أكبر خدعة خدع بها إبليس العالم هي التأجيل كاتب رسالة للعبرانيين يقول وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد الموت يعني. الديونة إمتى هيموت الإنسان؟ حد يعرف إنها ساعة نعم. إنها لحظة يعني. لنقوم الآن لأننا نعم. لا نعرف متى سيأتي لحظة الفراق أو لحظة الموت yeah. أو لا نعرف متى سيأتي المسيح no. يعني سنفارق العالم سواء بموتنا الجسدي أو سواء بمجيء المسيح مرة ثانية yeah. وهذه كلها أمور لا نستطيع أن نعرفها لذلك العاقل يقول الآن yeah. آل yeah. أقوم yeah. وارجع yeah. إلى yeah. أبي no. أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا في لحظة نفارق العالم، متى؟ لسنا ندري. اذا الوقت المناسب للتوبه هو الان. ربما نتجادل او نتناقش ونقعد نفكر هل هناك عالم افضل؟ هل هناك عالم افضل؟ يان. هل المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ يان. وبينما يان. نشغل انفسنا بحوار وجدال يان. نفارق الحياه. يا وضاعت الفرصة المسيح. فجاه يان. فجاه وضاعت الفرصه ونذهب إلى الهاوية رائع، كلام محدد مركز مفهوم فحواه ومعناه ويعني التأجيل حضرتك قلت خدعة شيطانية رهيبة وقد نجح فيها الشيطان ونجح فيها بدليل يعني. أن كل يوم يعني. هناك المئات يفارقون العالم يا دون أن يعرفوا بلا رجاء دون أن يعرفوا المسيح وده خط فاصل ما بين الحياه والموت والحياه الافضل اللي بنتكلم عنها دلوقتي والحياه اللي عايشينها وزي حضرتك ركزت وفصلت ما بين الانسان الحي بالجسد والحي بالروح ومش مش مقياسي ان انا عايش بعمل كل اللي انا عايزه وناجح في حياتي يمكن في دراستي يمكن في بعمل مشاريع يمكن انا يعني بيزنس مان ناجح جدا وانتوا ازاي بتتكلموا ان في افضل افضل من كده مفيش فيش لا الافضل بمقاييسك انت تختلف عن الافضل بمقاييس الله. مسيح. الحياه في المسيح بتختلف. المسيح قال عباره ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. رايح. من الممكن م. ان اكون رجل اعمال ناجح من الممكن ان اكون باحث ومفكر من الممكن ان ينظر الي العالم ويشيرون الي هذا شخص رائع هذا ياه. شخص غني هذا الشخص الممتاز وهذه كلها امور, أمور رائعة لا غبار عليها لا. طبعا لكن لكن ناقصه لكن ينقصك شيء كبير قوي حضرتك قلت انه يعني الموت المزعج قوي اللي نهايته البحيره المنتقده بالنار والكبريت فمهما الانسان عمل وانجز في حياته لا يضاهي ابديه حزينه أوه. في بحيره متقده بالنار والكبريت طبعا أه بينما عنده فرصه النهارده أن يكون له ابديه سعيده ابديه مع المسيح زي ما هنتكلم بعد شويه yeah. هو بجانب ما لديه من امكانيات ومواهب وغنى yeah. عندما يتمتع بنعمه الله المخلصه يتمتع بحياه افضل في هذا العالم ثم امتداد لحياه ابديه عندما يفارق هذا العالم طيب خلينا دكتور نسرد قدام كل مشاهد بيشاهدنا وبيسمعنا النهارده حياه أفضل في إيه؟ أنتوا بتتكلموا عن حياه أفضل عمليًا حياه أفضل في إيه؟ اتفضل يعني أنا قبل ما أقول حياه في أفضل في المسيح قال yeah. إنه أتيت لتكن لهم حياه yeah. معناه إن إحنا أموات yeah. عشان نقوم ونرجع yeah. مره ثانيه لابد أن نتمتع بغفران المسيح. يعني ليست هناك وسيله للحصول على الحياه قبل أن نتحدث عن حياة أفضل لابد أن ننال حياه. نعم. هذه الحياه ننالها عن طريق الإيمان بدم وبموت المسيح الفدائي على الصليب. سور بولس ذكر عديد من الآيات التي توضح أنه لا يمكن أن ننال حياه أبديه إلا الذي فيه لنا الفداء نا. بدمه غفران الخطايا نا. متبررين مجانا بنعمته نا. بالفداء بدون سفك دم لا بتا. تحدث مغفره مغفر. لانه قد ظهرت نعمه الله المخلصه لجميع الناس يوحنا 3 يقول كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا هي. ينبغي ان يرفع ابن الانسان ابن لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياه ابديه بعدين بيضيف في الاخر انه من يؤمن بالابن له حياه ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله فنحتاج الاول ان احنا نؤمن بعمل المسيح الفدائي لننال حياه الرسول يوحنا بيقول في اصحاح 17 ويعرفوا وهذه هي الحياه الابديه او هذه هي وسيله الحصول يا. على الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع, ويسوع المسيح الذي ارسلته عم. فعشان ننال الحياه لابد يا. ان نؤمن بموت المسيح الفدائي لابد ان نؤمن بخطه الله الازليه لخلاص الانسان رسول بطرس بيقول هذه العبارات لانكم افتديتم وبعدين بيكمل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروف يعني. سابقا قبل, قبل تاسيس, تأسيس العالم معنا. ولكن اظهر في الايام الاخيره من اجلكم ففي البدايه لابد ان ننال حياه روحيه لابد ان نولد ثانيه لابد ان نصبح ابناء م. رسول يوحنا بيقول في الاصحاح الاول الى خاصته جاء وخاصته لم تقبل أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه يبقى نال الحياة ثم بعد ذلك نتحدث عن الحياة الأفضل في هذا العالم وفي العالم الآخر وكأني حضرتك على الحلقة يعني بندور على الحلقة المفقودة من بداية كلامنا حياتك رائعة بس هناك حلقة مفقودة يجب أنك تدور عليها والنهاردة حضرتك بتحطها على طبق من فضة وتقول ما ينفعش تتمتع بمواصفات وبركات ومميزات الحياه الافضل دون ان تحصل على غفران المسيح بنوه المسيح في البدايه ودي يمكن اللي تنقلك بقى طالب بقى بملك من ميراث عند ابوك السماوي في حياه فعلا افضل يعني عشان اتمتع بالحياه الافضل لابد ان يكون هناك حياه اولا yeah. وهذه الحياه ننالها عن طريق الإيمان بموت المسيح الفداء على الصليب إذا لو إنسان النهاردة خلاص أخذ سمع وفهم وحضرتك إديته زي ما قلنا الشيء الغامض اللي كان بيدور عليه أنا بعمل كل ما يرجى الله والنهاردة فهم إنك لا بالمسيح فقط ليس بأحد غيره الخلاص أنت هتقدر تروح للحياة الأفضل يعمل ايه دكتور قبل ما نسيب الحته دي دايما نسال اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه أوكي. هل هناك اعمال ولا موقف قلبي ارادي قرار ارادي الان يقدر يأخذ عندما نرجع لانجيل ماركوس الاصح يعني. الاول عندما بدا المسيح كرازته قال لهم توبوا وامنوا بالانجيل يعني عشان انال حياه أو عشان مم. أتمتع بغفران الله لابد أن أعرف أنني أنا خاطئ رسول بولس بيقول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم أجمع وبالخطية الموت إذ أخطأ الجميع إذن لابد مم. أن أعترف وأقر أنني خاطئ حاجة تانية رسول يوحنا بيع كده إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من, من كل إثم يبقى أعترف أن أنا خاطئ يعني أقر أن أنا خاطئ، أعترف بالوضع اللي أنا فيه، عندما أعترف بهذا الوضع أثق أن الله والله وحده من خلال عمل المسيح أعطى لي الخلاص لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم. منكم هو عطيه الله يعني لي. لا يستطيع الانسان باعماله ان ينال الخلاص لانه كل ما افعله أحد. وكل ما امتلكه هو عطيه الله لي فما ينفعش يعني. ان انا اشتري غفران ربنا بحاجه بتاعت ربنا روحي. عشان كده نعمه الفداء وعمل المسيح الفدائي يعني. هو مجانا لكن هو مش مجانا يعني ببلاش لكن قد دفع فيه ثمن المسيح قال ان ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فديه عن كثيرين فهو على الصليب حمل اثامنا وحمل نتائج خطايانا وعلى الصليب دفع الثمن ولذلك عندما نؤمن نتبرر مجانا بالنعمه عايز اقول ايه الرسول بولس قال لانه قد ظهرت نعمه الله المخلصه لجميع الناس Yeah. ده جزء الخلاص الشامل لكل الناس yeah. لكن يجي بعديها يقول ايه دوري معلمه ايانا yeah. ان ننكر الفجور yeah. والشهوات العالميه وان yeah. نعيش بالتعقل والبر yeah. والتقوى في العالم الحاضر فانا باجي وبعترف بخطيتي واتوب وارجع مره ثانيه بدل ما انا ماشي في حياه الاستباحه بأخذ قرار قرار العوده وارجع وابدا حياه جديده مع المسيح واستطيع ان اقول الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا لكن عايز أقول حاجة مهمة yeah. كونني أصبحت مؤمن هذا لا يعني انني معصوم من الخطية الإيمان لا يعني العصمة من الخطية إن قلنا إننا بلا خطية نضل انفسنا yeah. no. وليس الحق فينا no. لكن عندما أؤمن وأنال حياة جديدة أفعل ما يرضي الله yeah. وأفعل ما يتناسب مع الحياه الجديده يروا اعمالكم الحسنه فيمجدون اباكم الذي في السماوات فهي اعتراف توبه ايمان ثم بعد ذلك انال حياه جديده ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده يا اشكرك دكتور علشان رساله كامله واضحه لكل انسان يمكن لو سمعتها مئة مره والمرة دي المرة المية واحد بحرك بتحذر بتقول إنها ساعة يعني لإننا نسيب قساوة قلبنا وللتأجيل اللي هو خطة إبليس ولو كنت لأول مرة بتسمع قدامك أمر تقدر تكون بتمارسه حضرتك قلته في خطوات لكن كمان قلت كلمة ربما برضو حد مع أو عايش النهاردة حياة الإيمان وبيقع في الخطيه حضرتك قلت أنت مش متحصن أنت مش متحصن أنت هتغ، انت يعني مش معنى إنك آمنت إنك مش هتغلط الكلام ده لو قلناه بنضل أنفسنا فالجزء ده إزاي توضحه حتى لو أنت في الإيمان إزاي تحصن نفسك هل في أمور تحصن المؤمن إنه ما يوقعش وإن وقع فوراً لا تشمتي بي عدو... يا وإن سقطت أقوم إزاي النهارده ياخد الحصانه دي عشان نبقى شبه غطينا كل مرحلة ممكن يكتس فيها الشخص من بداية ما يسلم حياته للمسيح إلى أن يأخذ الخلاص وما بعد الخلاص رسول بولس قال عبارة وبكلم فيها عن موضوع الألم لكن هحاول أستخدمها لأؤيد الفكرة اللي أنا بقولها يعني بيقول أن كل الخليقة تأن وتتمق... وتتمخض معا بعدها حتى نحن أنفسنا الذين لنا بكورة الروح يعني حتى نحن المؤمنين yeah. no. لأنه في أنفسنا متوقعين التبني فداء لأجسادنا mm. بمعنى إنه ما دمنا في خيمة هذا الجسد فنحن نتألم yeah. ما دمنا في خيمة هذا الجسد فنحن نعاني ما دمنا في خيمة هذا الجسد فنحن من الممكن أن نخطئ yeah. لكن ده مش معناه ان انا ليا رخصه ان انا استبيح الخطيه ده مش عايزين لكن... نقول يعني تصريح بقى ان احنا نستبيح اه ما انا ضعيف وبالبشريتي بقع لا لا ده مش معناه كده معناه ان يعني. سقطت إن... انت فورا ان سقط يا. ان سقطت معناه ان انا ان سقطت المفروض ان انا اقوم يا. زي الحمل عندما يسقط في التراب يعني. يقوم وبينفض نفسه، انا اقوم واعترف يعني. لربنا بخطيتي واتوب توبه صادقه عنها واطلب انه يعطيني القوه لكي احيا حياه الانتصار، به يعظم انتصارنا، وعند ذلك الله سيغفر الخطيه ويرتفع بي فوق الاحداث والظروف، لكن إذن نحن نحيا في حياه العالم مطلوب يعني. مننا ان يكون لنا دور. طبعا. ان نحيا حياه القداسه yeah. كونوا قديسين، yeah. لاني انا قدوس yeah. يعني المفروض ان انا كمؤمن عندما اسقط اقوم وارجع yeah. واعترف بخطيتي داود لما سقط كان بيعوم سريره او فراشه no. بالدموع yeah. فانا مطلوب مني عند السقوط الا استمر يعني no. ما اخدش على كده لكن yeah. حالا اقوم وارجع الى ابي وهو فاتح ذراعيه ليرحب بي ويعطي لي قوة ويعطي لي انتصار كيف أعمل كده <applause> عندما أمارس وسائط النعمة عندما يكون لي شركة وعلاقة حقيقية بالله عندما أقرأ الكتاب المقدس كلمة الله بتحفظنا <applause> كلمة الله بترشدنا كلمة الله تعلمنا شيء يعني مؤسف أن الكتاب المقدس أصبح كتابا مهملا مهملا فأنا مطلوب مني أن أرى الكلمة أن أنا أدرس الكتاب المقدس أن أنا ألهج فيه وعند ذلك تفلح yeah. كتاب في سفر شوية صح الاول يقول لا يبرح سفر هذه الشريعه, الشريعة من, من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا ولي يعني. لكي تتحفز للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه وبعدين تفلح اذا يعني تفلح وتنجح يعني. طريقك فعندما يعني. يكون لنا علاقه يوميه بالله من خلال قراءه الكلمه ومن خلال الصلاه من خلال شركه حقيقيه مع الله عند ذلك كل يوم بنتزود بقوه جديده بها نستطيع ان ننتصر بدون المسيح وبدون الروح القدس الساكن فينا ربما نضيع لكن عندما نحيا حياه الشركه الحقيقيه وممارسه كل وسائط النعمه اعتقد كل يوم نتزود بقوه جديده بها نعم. نستطيع ان ننتصر نعم. كاتب في العهد القديم بيقول الفرس معدل الحرب نعم. اما النصره فمن, فمن عند الرب, الرب لا نستطيع ان ننتصر نعم. على شهوه الجسد وشهوه نعم. العيون وعلى الشيطان إلا عندما نتسلح بسلاح الله الكامل، أمين. عندما نقرأ ما جاء في رسالة أفسس نجد أنه مطلوب من المؤمن أن يتسلح بأسلحة حتى يستطيع أن ينتصر في حربه ويتغلب على شهواته ويحيا الحياة التي ترضى الله، عشان كده بيقول لما قلت لأنه ظهرت نعمة الله المخلصة أمين. معلمة إيانا أي نحتاج أن نتعلم كل يوم أمين. في دور هننكر. في دور علينا ننكر أمين. أمين. الفجور yeah. Yeah. والشهوات العالميه no. هذا هو الجانب السلبي، لكن yeah. الجانب الايجابي وان yeah. نعيش بالتعقل yeah. والبر والتقوى في العالم الحاضر، ففي دور علي أن اقترب من ربنا واتمسك بربنا واثق في نعمه ربنا واقول بعد ذلك استطيع كل, كل شيء في, في المسيح, المسيح الذي يقويني. اشكرك في اسم الرب يسوع لكل انسان يكون النصره دي امين بدايه من الشخص اللي مش بيعرف خالص حاجه عن الكلام اللي بنقوله وازاي ياخد الخطوه وازاي ينمو في العلاقه مع الله الى ان يصل للمرحله اللي احنا بنتكلم فيها. الى قياس ملء إقامة المسيح أمين. أمين. في اسم يعني الرب يسوع كل واحد مننا انا اصلي انا اكون انا وانت وكل سامعين انا امين مسيحا متجسدا على الارض امين في اسم يسوع تسمح لنا نخرج لفاصل احبائي بنخرج الفصل ونرجع مع بعض لاستكمال ما بداناه والحياه الافضل

مره تاني بنرحب بحضراتكم معانا لاستكمال هذا الموضوع الخاص بالحياه الافضل دكتور مره تاني بنرحب بيك اهلا وسهلا بك شكرا بيك. شكرا, على شكرا على كل يعني ثروه كتابيه من ايات سردتها قدامنا في نص الحلقه الاول وتدعيمات وتاكيدات لكل كلمه بتقولها بمرجعيه كتابيه بحته رائعه بتؤكد كلامك وبتوصل لكل انسان بيسمعنا انت غالي على قلب الرب والرب بيبحث عنك ولو انت كمان بتبحث عن الله يا بختك قرب المسافات وتعالى خد موقف النهاردة ووصلنا لمرحلة إنسان خد القرار وفعلا اتغيرت حياته والنهاردة بيتمتع ببنوية وغفران للخطية وحياة أبدية ماذا عن الأفضل والحياة الأفضل اللي هو محتاج يعيشها عمليا تفضل المسيح لما ادانا حياه حياه ابديه وعد انه في هذا العالم لنا حياه افضل. نعم ده وعده وده اللي بيطالبنا ان نعيشه وان نتمتع به. ولاني الوقت المتاح قليل فاحاول ان اركز في سبع امور هي الافضل الذي يريدنا المسيح كابناء ان نحياه. نعم. نحن لسنا عبيد بل اصبحنا ابناء والابن من حقه ان يتمتع بحياه افضل المسيحيه لا تدعو الى التقشف المسيحيه لا تدعو الى اننا ننعزل ولكن نحن مطالبين ان نحيا في العالم ولكن لنا حياه افضل اول حاجه الحريه في المسيح الانسان الخاطئ قبل أن يتمتع بالخلاص والغفران نجد أنه يحيا في حياة قلق، حياة غير مستقرة، ربما يمتلك الأموال والمال في حد ذاته ليس خطية ولكن محبة المال هي الخطية، لكن عندما ننظر إلى الواقع نرى أعلى نسبة انتحار في العالم هي في البلاد التي تتمتع بأعلى نسبة في الاقتصاد أو الناس yeah. عندهم كل ما يحتاجون مم. اليه مرفهين ماديا مرفهين ورغم ذلك نجد عندهم اعلى نسبه من الانتحار لانهم يفتقدون امور كثيره مم. فبعيدا عن المسيح يحيا الانسان حياه القلق والخوف من العقاب مم. او يحيا حياه فيها شعور بالذنب عشان كده مش بيتمتع بالحريه عندما يتمتع بعمل المسيح الفدائي كما يقول الرسول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار فهو يتحرر من أمور كثيرة تقلق حياته ويعيش بعد ذلك حياة الاستقرار ليس معنى ذلك أنه المؤمن حياته كلها وردية أو أنه يعيش بلا مرض أو يعيش بلا حيات. مشاكل هذا ليس هو حقيقة كتابية لكن على الأقل هو بيتمتع بسلام لا يخاف ولا يشعر بالذنب لا يخاف من عقاب الخطيه فالمسيح عندما مات حررنا من سلطان ومن عقاب الخطيه هناك كثيرين يتمتعون بثروات ولكن لديهم رعب وخوف من الموت لانهم لم يضمنوا الحياه ما بعد الموت كاتب الرساله العبرانيين بولفس قد تشارك الاولاد في الدم واللحم، يا. اشترك هو ايضا عن المسيح كذلك في يوم لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، وليعتق الذين خوفا من الموت يقضون او قضوا حياتهم في عبوديه. يا. فغير المؤمن له مخاوف كثيره، المسيح عندما نقبله كمخلص يملأ حياتنا بالسلام الحقيقي. يا. رسول بولس بيقول في الرسالة إلى روميا الإصحاح الخامس إذ قد تبررنا بالإيمان لنا فلنا سلام, سلام مع, مع الله. الله بربنا يسوع المسيح فالمؤمن يتمتع بسلام مع الله أي أنه بدلا من العداوة التي كانت بيننا وبين الله والطرد من محضر الله هو يعود مرة ثانية إلى محضر الله وتكن له علاقة أو تصالح مع الأب ثم يتمتع بالسلام النفسي الداخلي المسيح قال كده سلامي اترك لكم سلامي وأعطيكم. فهو هنا يحيا حياه الاستقرار حياه السلام حياه تخلو من الخوف والقلق ثم حتى من هم عاشوا قبل المسيح في ظل الناموس كانوا مستعبدين للوصيه الناموس كان مؤدبا لنا حتى المسيح لكن المسيح ادى قال له امن فتحيا فهنا م حريه الناموس قال افعل هذا فتحيا او لا تفعل هذا فتحيا فكان الانسان قبل المسيح رغم وجود الناموس تحت ضغط افعل او لا تفعل لا. ولكن في الايمان بالمسيح يستطيع المؤمن ان يتمتع بحريه حقيقيه اللي بيطلق عليها الكتاب المقدس حريه مجد اولاد, أولاد الله. الله لكن هذه الحرية لها ضوابط أنا مش عبد للخطية ومش عبد للناموس ولا يحكم علي احد في سبت أو هلال أو أكل أو شرب أو عيد لكني أتمتع بالحرية بيقول اثبتوا في الحرية ولا ترتبكوا بالعبودية فأنا كمؤمن بتمتع بالحرية لكن هناك ضوابط تقودني ألا تكون الحرية وسيلة للفوضى لما نرجع الى ما كتبه الرسول بولس قال ثلاث عبارات كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء توافق كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء تبني بعدين بيتكلم عن اذا كان اكل اللحم يعسر اخي فسيمتنع عن اكل اللحم اذا المؤمن هو حر من سلطان الخطيه هو حر من سلطان الناموس لأن الناموس بموسى قد أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح قد صار هو يحيا حياة النعمة لكن هناك ضوابط تحدد له المعايير الصحيحة للحرية التي قد تمتع بها الأمر الآخر هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني هو العناية الإلهية الله خلق الخليقة كلها ويهتم بكل الخليقة فهو يشرق شمسه على الأبرار والصالحين وهو يهتم بكل الناس لكن المؤمن الذي أصبح ابن الله له امتيازات خاصة أن الله يعتني به زمان كاتب سفر المزامير أقصد في العهد القديم داود كتب كذا مزمور 23 مزمور الراعي الرب راعيه فلا يعوزني شيء شي. في مراعي خضر يربطني والى مياه الراحه يرشدني يرد نفسي. نفسي يهديني الى سبل البر من اجل اسمه ايضا اذا, إذا سرت في ظل الموت لا اخاف, أخاف شراً, شرا لانك انت معي عصاك وعكازك, وعكازك هما, هما يعزياني يعني. هنا مزمور الراعي نجد فيه ثلاث امور او ماذا يعني ان الله يعتني بي او ان الله راعي اولا يسدد كل احتياجي في مراعي خضر يربضني وإلى مياه الراحة يوردني الأمر الثاني يقودني ويرشدني إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا ثم هو يحميني المؤمن يتمتع بحماية إذن الكاتب يقول أنه كون أن الله رعية يفعل هذا وذاك المسيح عندما جاء كما نقرا في انجيل يوحنا اصحاح عشرة تحدث عن نفسه ان هو الراعي اذا الله في العهد القديم يتحدث عنه داود نبي الله كالراعي والمسيح يقدم لنا نفسه كالراعي يقول انا هو, هو الراعي الصالح والراعي الصالح, الصالح, الصالح يبذل نفس نفسه عن, عن الخراف وبعدين بيضيف عباره توضح كيف يعتني بنا وكيف يهتم بنا يقول خرافي تسمع صوتي, صوتي تتبعني وانا اعطيها حياه أبدية. ابديه فالمؤمن يثق ان الله هو راعيه هو قائده هو مرشده هو الذي يهتم به هو الذي يعطيه النصره ونحن اذا كنا تابعين امناء نتمتع بالرعايه ما ينفعش ان انا اترك القطيع وانحرف عندما اترك القطيع وانحرف فأكيد هبعد عن عيني الراعي أكيد ستعرض لهجمات وأعمال من الآخرين أو من الأشرار تسبب لي ألم عشان كده عشان أتمتع بعمل الرعاية أو أتمتع بالعناية الإلهية لابد أن أكون كل يوم تابع أمين وقريب من الراعي المسيح هو راعينا قال لا تهتموا بشيء بل في, بل في كل, كل شيء, شيء بالدعاء والشكر لتعلم طلباتكم لدي الله, الله. الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل, عقل. يحفظ, يحفظ قلوبكم وأفكاركم في, في المسيح يسوع, يسوع. حتى احتياجاتنا الزمنية الله يسددها يس. قال كذا اطلبوا أولا جارة. ملكوت الله وبره وهذه كلها, كلها لكم. تزداد لكم لكن علينا أن نتعلم مه. أن يكون هدفنا أساسا ليس هو أن نكون أغنياء رغم أن الغنى في حد ذاته ليس خطأ لكن شعر الذي قاله الرسول بولس تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه نحتاج نحن أن نعيش في هذه الأيام الصعبة التي تسودها المادية لكن كل مؤمن يستطيع أن يقول مع الكاتب شماله تحت رأسي ويمينه يمينه تعانقني وبهذا يعظم انتصارنا الذي أحبنا. فلنا في المسيح كراعي عناية إلهية نستطيع أن نلاحظها ونكتشفها كل يوم اسألي أي مؤمن يختبر معاملات الله يقدر يقول لك مئات الاختبارات كيف أن الله قد معه كان معه وأنقذه كيف أن الله كان معه وسدد احتياجاته كيف ان الله معه وان كان في بعض المرات يسمع بالتجارب والالام والاحزان لكن كم من المرات يعطي له رفعه ان طريقنا ليس مفروش بالورود لكن نسخ في عنايه الله التي تحفظنا امين اذا الامر الاول التمتع بالحريه الامر الثاني التمتع بالعنايه الالهيه الامر الثالث وماذا عن المحبه الاخويه هذا هو امر وان كنا مرات كثيره نفتقده كمسيحيين نتيجه للأنامالية yeah. التي نعيشها في هذا العالم yes. لكن كل المؤمنين قد دعوا ليكونوا عائله واحده يسودها الحب yeah. ان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس نحن نحب الله لانه هو قد احبنا اذا نحن بعد خطاه مات, مات المسيح لاجلنا لا. ما كنا نستطيع ان نحب الله غير المرئي بدون ان يسكب هذا الحب في قلوبنا بالروح القدس نعم. ومن نبع هذا الحب الذي قد انسكب في قلوبنا نحن كمؤمنين مدعوين أن نحب. لا. الحياة المسيحية والمسيحية دائما شعارها الذي يرفع وبه يعرفها العالم اجمع الله محبة. لا. لكن ما لم يرى فينا الاخرين لا. هذا الحب متجسدا لا. فهذا كلام نظري. مه. رسول يوحنا يكتب في الرسالة الأولى أصحاح ثلاثة. مه. بهذا نعرف اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياه لاننا نحب الاخوه لا. من يبغض اخاه فهو قاتل نفس لنحب ليس بالكلام ولكن بالعمل والحب. والحب. اي ان ما يدعونا اليه المسيح وما يميز الحياه الافضل هو أن تكون في علاقة حب تربطنا أولا بالله وتربطنا بالآخرين. في نفس الإصحاح البشير يوحنا بيقول يعني لو واحد قال إنه إن بيبغض إن أخاه وقال إنه بيحب ربنا كلام غير منطقي، كيزي. كيف طبعا. تستطيع أو كيف تقول أنك تحب الله م. الذي م. لا تبصره وتبغض طبعا. وتكره أخاك أخير. الذي طبعا. تراه وتبصره. إذن الحياة الأفضل التي يدعون اليها المسيح هي عالم يسوده الحب. حقيقه عندنا مشكله في هذه الجزئيه نحتاج ان نرجع مره ثانيه الى نبع الحب حتى يعطي لنا ان نتعلم كيف نحب الاخرين. ربما يسيء الينا البعض لكن ما اطالب به كمسيحي كمؤمن كابن الله ان يمتلئ قلبي بالحب حتى استطيع اقول ان احب نفسي. Yeah. وأن أحب عائلتي وأن أحب الآخرين بل ما تمتاز به المسيحية ليس حبا لأهلنا ولا لأريبنا ولا لمعارفنا ولكن يدعونا إلى شيء yeah. سمت به وقدمت في المسيحية باعا طويلا يراه الآخرين متجسدا في كثير من المواقف يقول المسيح في العظة على الجبل والتي فيها قدم المسيح اسمى التعاليم والمبادئ يقول كده سمعتم انه قيل قريبك تحب, تحب قريبك وتبغض عدوك قريبك وتبغض عدوك اما, أما أنا. انا هذا هو السمو م. هذا ما عاشه الناس في ظل الناموس م. او هذا ربما ما يعيشه البعض في ظل مبادئ وقيم يحب قريبه ويبغض عدوه م. طب ما الناس كلهم يقدروا يعملوا كده. <applause> أي إنسان يقدر يحب قريبه ويبغض عدوه لأن ده قريب منه ربما يصنع معه إحسانا ربما له علاقة به لكن السمو والحب الذي نحن مطالبين به تحب عدوك. <applause> سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم مرات الناس بيتساءلوا وانا كمان اتساءل معهم كيف احب عدوي كيف احب من لا يحب يا امر صعب لكن لان محبه الله قد انسكبت في قلوبنا ومن المفترض ان المحبه هي قرار نعم انا باخذ قرار ان انا احب عدوي <applause> أحب الشخص الذي يبادلني أنه يعاديني وأنا لست <applause> له عدوا يعني قرار مش ردود أفعال لأشخاص طبعا أنا باخذ قرار <applause> وبصلي ونعمة ربنا وروح الله <applause> الساكن فيا يعطيني أن أحب ربما لا أستطيع أن يعني ما أقدرش أقول إن أنا أحب عدوه بنفس المشاعر التي أحب <applause> <applause> بها قريبي وصديقي لكن النعمة المغيرة والروح القدس يعطيني ان اخذ قرار ان اتعامل معه ولا اجازيه شرا بشر ولكن نجازي الشر بالخير وعندما اتغير انا استطيع ان احب الاخر ربما هذه امور ساميه لكن الحياه المسيحيه هي حياه السمو لانه اذا احببنا الذين يحبوننا فأي, فاي فضل, فضل لنا المسيحيه تدعونا الى حب لكل الناس يعني للميل الثاني الذي دعانا اليه المسيح واعتقد عالم يسوده الحب <applause> اعتقد خلاص هتنتهي هذا, هذا علاج لكل ما المسيحيه الحقيقيه عالم التي نحتاج بالحب. كمؤمنين ان نتعلمها ونحياها المسيح دعانا لكي نكون نور للعالم ونكون ملح للارض لا نستطيع ان نعمل اي عمل تجاه الاخرين ما لم يكن هناك حب امين اذا التمتع بالحريه والتمتع بالعنايه الالهيه وايضا عايزه اقول ممارسه المحبه الاخويه والنهارده كل انسان مش عارف يحب قلنا فين المفتاح؟ ازاي انك تروح لربنا يسكب محبته في قلبك هتقدر تحب اللي ما يتحبش، كل انسان انا عارفه عنده ناس بيجي لغايتها ومش قادر يحبها أو يتعامل معاها لكن بقوة إلهية بمحبة سماوية تقدر فعلا تحب حتى اللي ما بيتحبش ماذا عن أمور أخرى بتعطي أو بتلمع قدامنا إيه هي الحياة الأفضل اللي على قلب الرب لينا المعرفة الكتابية نعم للأسف مرات كتير بيسود حياة الكثيرين سطحية التعليم انا بتكلم عن مؤمنين يحتاجوا الى حياه افضل في المعرفه الكتابيه عندما ستسود العالم او تسود الكنيسه سطحيه المعرفه وسطحيه التعليم فتعرض الانسان للسقوط او انتشار البدع والهرطقات والخروج عن أساسيات الإيمان المسيحي هو نتيجة لعدم المعرفة الكتابية عشان كده المسيح يدعونا في إنجيل يوحنا أصحاح خمسة فتشوا الكتب أستعير هذا التعبير وأقول مطلوب من كل مؤمن نعم. أن يكون عارف بالكتاب المقدس رسول بولس يكتب لابنه تيمساوس رسالة تانية أصحاح ثلاثة وعدد 14 يقول له أما أنت فاثبت على ما تعلمت وايقنت عارفا ممن تعلمت وانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص بالايمان الذي في المسيح يسوع ثم يضيف كل الكتاب هو موحى به من الله وهو نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر ليه؟ لكي يكون انسان الله كامل ومتاهب لكل عمل صالح، حتى نستطيع ان نحيا حياة الكمال وحتى نستطيع ان نتاهب لكل عمل صالح ومن ضمنه المحبة لابد ان نعرف الكتاب المقدس جيدا. عندما كانت قبل ما يوحنا يوتنبرج يخترع الطباعة كانت الكتب المقدسة تنسخ باليد وكان ده امر مكلف وما كانش الكتاب منتشر، رغم ذلك كنا نجد الكثيرين يحاولون تعويضا للنقص ان يحفظوا الكتاب المقدس. وعندما اصبح الكتاب المقدس متوافرا مع الجميع ربما يهمل البعض الان الكتاب المقدس. الكتاب والمسيح يدعوننا ان نعرف الكتاب المقدس سراج لرجلي كلامك, كلامك ونور, ونور لسبيلي يقول الرسول بولس لابن تيميساوس آية مهمة أعكف على القراءة والوعظ والتعليم قراءة وعظ تعليم لاحظ نفسك والتعليم بعدين له متى فعلت هذا تخلص نفسك وآخرين يعني مطلوب مننا قبل أن نعلم نعمل لكن حتى نستطيع ان نعمل لابد ان نتعلم اذا المعرفه الكتابيه امر ضروري ومهم كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين نحتاج ان نتعلم المعرفه الكتابيه تتعلق بالكتاب المقدس الامر الثاني نحتاج ان نعرف اساسيات ايماننا المسيحي نعيش في مجتمع نتعرض فيه لكثير من الاسئله والهجوم على اساسيات ايماننا نعم. المسيحي سواء من خلال الكلمه المسموعه خلال الميديا او من خلال الكلمه المكتوبه او من خلال تساؤلات الناس في اثناء حياتنا العمليه والامر المطلوب مني مستعدين دائما لمجاوبة كل, كل من يسالكم, من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه وخوف، حتى استطيع ان اعطي جوابا عندما اسال عن ايماني المسيحي، لابد ان اكون عارفا بالكتاب المقدس، لابد ان اكون عارفا باساسيات ايماني، لابد ان اكون عارفا بفكر الطرف الاخر، فكر المجتمع الذي يعيش فيه حتى استطيع ان اقدم جوابا صحيحا عن ايماني. انا بشبه المؤمن في جانب روحي وفي جانب تعليمي كجناحي حي الطائر لا يستطيع الطائر أن يطير طيرا صحيحا متوازنا إلا بالجناحين نعم. جانب روحي ثم معرفة عندما نفقد الجانب المعرفي سواء بالكتاب المقدس او اساسياتنا نصبح طائر مكسور الجناح وبذلك لا يستطيع ان يطير وحتى ان ارتفع فسيسقط مره ثانيه لذا مطلوب مننا او الحياه الافضل التي نحياها لابد ان تتميز بمعرفه كتابيه بالكتاب المقدس نقراه نحفظه نتامل فيه والاهم اننا نعيشه م -م. إذا كانت هناك معرفة كتابية بدون جانب روحي بدون اختبار إيماني حقيقي فإنها العلم ينفخ هو تبقى كده عبارة عن معلومات تقف ليس... عم... عند حد المعرفة ولكن ليس لها أي تأثير أو تفعيل على حياتي المعاشة مش عايشها عارفها بس هو مخزن أنا مخزن فيه معلومات طيب يمكن ال عبارة أخيرة كم من أناس يعرفون كثيرا وكم yeah. من لا لا أنقض شخصا معينا yeah. ولكن ربما نجد اساتذه في علم اللاهوت نعم no. وليس لهم اختبار حقيقي yeah. مهم ان اعرف لكن المعرفه بدون اختبار المعرفه بدون الجانب الروحي نعم no. تقود الى يعني الانسان ينتفخ ويتكبر yeah. و لا يقوده هذا إلى الحياة الأبدية لكن هناك اختبار حقيقي ثم هناك حياة أفضل في المعرفة لما يعني نعرف كثير نستطيع أن نخبر الآخرين أكثر عن محتوى ويمكن دي الجزئيه اللي جايه اشكرك عشان قلت نخبر الاخرين حضرتك قلت المعرفه الكتابيه وياتي ماذا عن الخدمه الكرازيه نتيجه المعرفه ولا بس عمالين عندنا تخمه من قدر المعرفه ومش عارفين نقدم او نعلن للاخرين عن ما يعني نعيش به او امر رائع غير حياتنا واحنا عارفين الكثير لكن مختزلينه كمؤمن اختبرت الحريه في المسيح واختبرت عنايته وازددت معرفه بكتابه م -م. علي ان اخبر الاخرين بكم صنع بي ورحمني الكرازه ليست امر دائما اقول هذا الكرازه ليست امر به نتفضل على الله ولكنها وصيه كغيرها من الوصايا المسيح اثناء حياته على الارض رغم انه الاله المتجسد لكن وضع نفسه تحت ناموس الكرازه اذا جاز لي التعبير قال ينبغي ان اذهب هناك قرى واماكن اخرى ينبغي ان اذهب اليها واكرس حط نفسه تحت هذا يعني. الالتزام الادبي نعم. ثم استمرت حياته على الارض فتره محدوده واعد له تلاميذ واعدهم للوص... للماموريه العظمى وطلب منهم اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقه كلها في انجيل متى صح 28 لهم اذهبوا وتلمذوا جميع, الامم ثم يضيف بعدها وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به رسول الله معكم الجميلة اللي بتشجع كل شخص بيخاف من بولس لما اتكلم عن البشارة قال ويل لي انكم التلاميذ في بدايه الكنيسه الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه اذا كان التلاميذ عندما اعدوا وارسلوا لم يذهبوا لينفذوا الماموريه العظمى كفاي... فكيف كان يسمع نعم. العالم الروماني نعم. الوثني إن الوصايا التي تطالبنا أن نذهب ونكرز وأن يكون غاية إيماننا هي ربح كل النفوس هي وصية لكل مؤمن يعني. فأنا أعتقد عندما يتشبع إنسان بالحق الكتابي ويعرف أنه يتمتع بأمور ليست موجودة لدي الآخرين ويعرف أنه بدون هذه الرسالة وبهذه بدون هذه البشارة التي يحملها هناك كثيرين سيذهبون إلى الهلاك yeah. أعتقد أن yes. مسؤولية يجب أن يتثقل بها كل مؤمن أنا أعتقد لما نقف قدام ربنا ويتحدث عن النفوس التي ذهبت للهلاك هؤلاء الذين لم يسمعوا ربما المسؤولية هي هناك أشخاص لم يسمعوهم هذه الرساله سامحوني حبايبي انا عارفه انه يعني الناس نفسها انها تعمل مداخلات وتعليقات لكن فضل سبع دقايق كان نفسي اسمعكم واسمع اراءكم لكن سامحونا دكتور عايزه اتنقل حياه افضل وعايزه المس المشروع الالهي اللي على قلب الرب العيله تعني ايه الحياه الافضل للعيله والاسره أقول عباره مؤسفه yeah. كم من المشاكل yeah. التي تسود البيوت المسيحيه وكم من حالات الانفصال mm -hmm. والطلاق وهذا شيء مؤسف ذكرت عباره المشروع الالهي yeah. لما نرجع لسفر التكوين الاصحاح الاول عندما خلق الله ادم قال آه ليس yeah. جيدا ان يكون ادم, آدم وحده. وحده فربنا حواء. اصنع له حواء، وعندما نظر اليها نعم. قال حتى مني yeah. هذا هو المشروع الالهي الله خلق ادم وحواء على صورته ذكرا وانثى ووضع القانون الالهي للزواج رجل واحد وامراه yeah. واحده yeah. واعطى لهم امتيازات وما جمعه الله لا يفرق إنسان لا. وأعطى لهم امتيازات قال لهم اسمروا واكسروا واملأوا الأرض. وتسلطوا yeah. هنا نرى مشروع إلهي فيه مساواة mm -hmm. اسمروا واكسروا الله خلق رجل وامرأة يعني ما هي يعني و يعني دول رجل وامرأة يتزاوج yeah. يتزوجا وينجبا وليس كما يحدث العالم من المثليه الجنسيه رجل يتزوج yeah. رجل او امراه تتزوج امراه فهذا yeah. ليس هي خطه الله ولكن هذه خطيه. Yeah. الله خلق رجل وامراه. رجل وامراه يتزوجا يثمرا ويكسرا ويملا الارض ويتسلطا على الخليقه لهم نفس yeah. السلطان. نتيجه للخطيه نتيجه للسقوط حدثت مشكله. Yeah. لها كده الى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود, يسود علي. عليك نعم. ثم جاء المسيح ليعيد العلاقة أو يصحح مم. المفاهيم الخاطئة يه. ويرجع بنا إلى المشروع الإلهي مرة بس. ثانية يه. يتحدث عن أنه ما جمعه الله لا, لا يفرقه إنسان رجل وامرأة مم. لما نرجع إلى الرسالة إلى أهل أفسس نجد العائلة كما يريدها الله في المسيحية كون أن هناك أخطاء كون أن هناك مشكلات فهذا العيب فليس العيب في خطة الله أو الله لكن العيب فينا مشروع الزواج يحتاج إلى مجهود يعني يحتاج إلى مجهود من الطرفين من الرجل ومن المرأة حتى تنجح العلاقة الزوجية وحتى يكون البيت في سلام نشوف الوصية الإلهية بتقول إيه ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسه, الكنيسة واسلم نفسه من اجلنا يقول في نفس الاصحاح المطلوب من الرجل ان يحب امراته كما يحب جسده محبه باذله مضحيه بسأل نفسي وبسأل كل الرجال هل محبتنا الان لزوجاتنا محبة باذلة مضحية على مثال محبة المسيح محبة المسيح للكنيسة أدت به إلى أن يموت على الصليب نعم. أسأل نفسي كم راجل ماتوا لاجل زوجاتهم نعم. أمر الثاني لكي يكون لنا الحياة العائلية الناجحة لكي يكون لنا الحياة العائلية المميزة كمسيحيين هو الخضوع نعم. أيها النساء إخضع. اخضعنا لازوايكن yeah. لرجالكن كما, كما للرب, للرب. لا. ليست خضوع العبوديه لا. وليست خضوع الطاعه لان بعد قبلها مباشره خاضعين بعضكم لبعض yeah. Yeah. انا اعتقد ربما عن اختبار عندما يقدم الرجل حبا سيجد خضوعا خضوع. أمين. وعندما تقدم <applause> المراه خضوعا ستجد حبا وليس يعني عندما اتكلم عن الخضوع اجد مثال mm. الابن كان خاضعا للاب وهذا ليس معناه ان الابن كان اقلا من الاب فعندما يكون هناك خضوعا لا يعني انها اقل مرتبه ولكن حب وخضوع يؤدي الى عائله مسيحيه وثم جهد مبذول لحل المشكلات اعتقد سيؤدي الى عائله مميزه ومتى صلحت العائله صلح المجتمع فهي الخلية يعني. الأولى رغبة قلب الرب كمان حياة أفضل على مستوى العيلة وعايزين نخدم بقى حياة أفضل في الرجاء الأبدي اتفضل يا دكتور يقول الرسول بولس منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ثم يضيف في كورنثوس الاولى 15 ان كان لنا رجاء في المسيح في هذا العالم فاننا اشقى جميع الناس نعم. لكننا كمؤمنين ننتظر رجاء افضل yeah. ننتظر حياه تستمر بعد الموت نحن بدانا الحياه الان لكنها yeah. تستمر بعد yeah. الموت فهي ننتقل من عالم الى عالم افضل لا حزن ولا الم ولا دموع ولا صراع ولا حرب ولكننا نكون مع المسيح رجاءنا ليس في العالم ومقتنياته لان كل العناصر ستنحل محترقه لكن لنا رجاء عندما ياتي المسيح يقوم الاموات والاحياء يتغيرون ونخطف معا ونكون مع المسيح الى الابد هذا هو رجاءنا الذي المسيحيه تدعونا ان نعيش مستعدين سهرانين مصليين منتظرين اتمام هذا الرجاء امين شكرا دكتور عددت امور فعلا ليست بقليله علشان استمتع بحياه افضل وازاي فصلت من الحياه العاديه اللي انا عايشها والحياه الافضل اللي على قلب الرب وايه مدعمات الحياه الافضل ازاي اعيش في حريه ازاي استمتع بالعنايه الالهيه ازاي يكون لي محبه اخويه ازاي يكون لي كمان علاقات عائليه سويه لكن اتكلمت ان يكون لي رجاء ابدي امور كتير ممكن تسري حياتي بس ازاي انا ابدا صح حتى انتهي بحياه فعلا حياه افضل ابديه سعيده مع المسيح من كل قلبي بشكرك وبصلي لاستخدام اكثر من كل الماضي في كل مكان توجد فيه دكتور احبابي هذه الكلمات نكون وصلنا لنهايه حلقتنا صلاتي ان يبارككم الرب ويرعاكم ويحفظكم والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل